الوقت الذي نشاهد فيه هذه العيون التي تراقب وتشاهد وتنتظر وتحتفل. الإضاءة بلا شك تستعد لاستقبال كبير جدا يا كريستيانو. احتفلت بالأمس برفع السيف وارتداء الزي السعودي كبقية اللاعبين والنجوم الذين يشاركون هذا الوطن ليلة وفرحة وسعادة. إنه وطن الجميع بالتأكيد. يا للمشهد، يا للمنظر، يا للحظات التي تسبق الكلاسيكو العالمي، الكلاسيكو الذي يحتوي على قمة النجوم والأسماء. حتى الآن 12 نقطة وضربة البداية، وفرانكي سييف في المقدمة، رياض محرز سيكون إلى جانب فيرمينيو وإلى جانب ماكسيمان. سام ماكسيمان يحاول ساديو ماني، لكن الكرة بتتخلص. لا تبديل في تشكيلة النصر باستثناء أقصى اليسار هداف الدوري، وإلى جانب ساديو ماني إلى كريستيانو. يا رب الأهداف وظيفته التي لا يغيب عنها ولا يأخذ إجازة منها. النصر في الكلاسيكو يكسر الباب ولا يفتحه، يكسر الباب ولا يفتحه. 1-0 عن طريق كريستيانو، عن طريق كريستيانو. 1-0 عن طريق من يسجلون، عن طريقه دائما. انظر إلى ساديو ماني، انظر إلى الصناعة، انظر إلى الإنهاء. شوف اللقطة، شوف البداية السريعة في الكلاسيكو. النصر لا يفتح الباب بل يكسر مبكرا. نشاهد هذه اللقطة وكريستيانو بيلعب لكرة تعود من جديد. تاليسكا يحاول، عادت إلى تاليسكا، تاليسكا وقف صواب مستحيلة. تعود من جديد. أين دفاع الأهلي؟ ماذا تفعلون؟ كريستيانو كاد أن يضرب بالثاني. ترجع في مكان عن طريق فيرمينو، فيرمينيو عرضية، عرضية تأتي رأسية في مكان. أيضا جمهور النصر أن يستمر في الفترة القادمة. كريستيانو يا سلام، حاول بيرسل الكرة إلى الخلف. الله على التحضين، تصويبة إلى مارسيلو بروزوفيتش. كريستيانو، الله الله، كعبك عالي، وصلت إلى الساديو، ما زالت في الملعب. ماذا يقول الحكم؟ يوم كبير. رأسية منتظرة، عرضية، رأسية متابعة. يا الله، إنه تاليسكا. هكذا يعلن الغائبون عن عودتهم. يا تاليسكا، هدف في الرائد ورأس في الأهلي. آخر من سجل في الكلاسيكو لا يغيب عن قمة الرياض. تاليسكا يسجل، إنه يرتقي. شوف الوجه الآن، الاختصاص الآن. يا تاليسكا ويسجل هدفين في العام الماضي ذهابا، هدف إيابا، واليوم هدف. الثنائيات التي كانت، الحسم الذي كان، الحضور بالتأكيد الذي والله تاليسكا في يوم كبير. سريعا، من اختصاصي هذه القمة؟ من الاختصاص؟ عمر السومة ب 14 هدف أنجح، لكن تعود إلى رياض. يا السلام على السحبة يا رياض، يا رياض بالغت فيها يا محرز. ساديو ماني في الكنترول، سميرة لكن بالكعب. الكرة تعود، النتيجة تسمح أنك تشوف بالتأكيد التأثير الكبير. ويا للرسالة التي ناقاتهم أصعب. الآن المرور والاختراق، فرانكي سييف يتقدم. الله، كيسييه عملة الأهلي الصعبة. فرانكي سييف لاعب وسط لا حدود لواجباته، لاعب وسط يلعب أدوارا أخرى وأحيانا كبرى. مشاهدين متابعين في كل مكان، نشاهد اللقطة الماضية، الهدف الذي يصبح فيه رأس حربة ويسجل. يا ساديو يتقدم، ساديو عدى، ساديو تلاعب، لكن هناك خطأ، هناك خطأ، والخطأ يحتسب، وهناك كرت أصفر في هذا التوقيت. الأمور بالتأكيد أصبح كرة ثابتة من رياض محرز، لكن وصلت. ينطلق لو تلاعب. الله، مستحيل.
ساديو ماني في نص الملعب، فيها تمريرة إلى كريستيانو، وصلت إلى بروزوفيتش، كريستيانو استلم، حاول يفقد توازنه، الكرة تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى، لم يكن الاستلام بالشكل المطلوب بالنسبة للنادي الأهلي. الاثنين الأكثر دقة والأكثر تمريرا في الفريقين والأكثر إرسالا للكرات الطويلة، قدم يحاول لو عدى رياض، عدى عرض باليمين ليست كاليسار، يستف كريستيانو رونالدو لكي يرسل كرة عرضية، لكن هل ستصل؟ هل ستسجل؟ نشاهد ونتابع، يتقدم، الله المتابعة، ولكن الكرة بتتخلص، مندي يتصدى لكروتي، كرة بالقدم اليسرى، راسية، دربكة، أوتافيو، أوتافيو، الله، ساديو ماني طالت، وبعد ذلك يا فيجا، ممكن العرضية، ممكن المتابعة، مستحيل يا جامي، من أين ظهرت؟ من أين وقفت؟ أمام الرجل الأخضر، تعدي، لازم تعدي يا رب، مستحيل، هدف الليلة، إن لم تشاهد شيئا جميلا اليوم، شاهد تاليسكا، شاهد الهدف، شاهد النصر، شاهد السلاح الثقيل، شاهد العارضة التي كسرت، شاهد الشباك التي مزقت، شاهد العالم كيف يحتفل، يا لليسار، يا للنصر الذي يضرب بالنار، ماذا تريد من الأهلي؟ أخبرني، ماذا تربط الشوطين معا؟ لا نريد لهذه المتعة أن تتوقف، ولكن نرى رياض يتقدم، بيرسل كرة عرضية، رأسية، الكرة تتهيأ، والسقوط، هناك ركلة جزاء، مجانية، تاليسكا مجانية، لم يكن لها داعي، نجح فيها لها أن تسجلها، رياض الآن سيتقدم، حكم المباراة والصافرة، الآن رياض يتقدم، الله، رياض يقلص قمة الرياض الآن ويعود بالنادي الأهلي لتصبح النتيجة 3-2، لكن ساديو لو عدى، ساديو لو عدى، ساديو عدى، ساديو تلاعب، يمر من الفريق وما زال يحافظ، عدت من الخيبر، الله الله، مستحيل يا ماني، هذه كيف تهدر، هذه كيف تضيع، لحن كريستيانو يضرب، الله، وراء كل هدف، وراء كل حدث، وراء كل مرمى يتحرك، وراء كل شباك تهتز، وراء كل مدرج يقفز، وراء كل صرخة، وراء كل فرحة، كل تلويحة، كل تشجيع، كريستيانو العب، كريستيانو العب، ومن غيرك العب، اليوم والعرضة السعودية في اليوم الوطني، بالأمس يحتفل بالسيف، واليوم يقول أنا سيف النصر، أنا سيف النصر، سبق السيف الآن، سبق السيف كريستيانو، سان ماكسيمان، سان ماكسيمان عرضية، أوه، بعد ذلك من جديد في نص الملعب إلى فيرمينيو، هل فقدت توازنك؟ الأهلي سلام، بيرسل الكرة إلى تاليسكا، يا سلام، عرضية يا سلام، والنصر لم ينهي الكلام، لم ينهي الكلام، لكنه يستمر في التعليق أيضا، أنتم تستطيعون، الكرة تتحرك بالسرعة، شوف الرشاقة، كريستيانو يتقدم، كريستيانو يحاول، لكن طال وتحولت بعد، لكن النصر يقف، لكن النصر يقف، يا ساديو يا ساديو، لو اكتملت هذه المرتدة لكانت أجمل لوحات اليوم الوطني، سيقضي على كل شيء، والآن في تمريرة، ولكن الكرة المقطوعة، سنشاهد، سجلت من علامة الجزاء، اصنع الآن، اصنع الآن، يا فيرمينيو يا فيرمينيو، في ليفربول هذه كانت هدف، لماذا ضاعت اليوم؟ لن تسير وحيدا ابدا معهم، رياض استلم والكره بتتحول في مكان تصويبه، ساديو اصلا هو فاصل، هو فاصل، الله الله يا
رباه يا ساديو يا رباه يا وصلاة تمريرة في راس في راس الله مستحيلة يا الحكيتي يا له من تصدي سلامات سلامات تعرف قدمك اليسرى طريقها لكن لك محرز يا محرز بيرسل لك كرة عرضية رأسية لا تأتي انظروا من يدافع هناك اقتلهم يا كريستيانو ينتظر الله على التمريرة الله على الهروب الله على ذلك هل تعيدهم يا الله الله من الاستلام هدف من الاستلام هدف في رأس البريكان أمامهم أمامهم لن يفوت الفرصة معهم لم يجد الفرصة يا للهدف الذي أعاد حياة الأهلي يا لفراس يا لفراس لكن الهدف كله رياض الهدف كله عام لكن طالت لكن عادت على مرات لا تنهو كل شيء لكن شوف رياض بتوقيت رياض محرز في هذا التوقيت رأسية مستحيل مستحيل يا سمحان يا نابك يا سمحان يا سمحان كيف لك أنت إلى صديق الأمس بيرسل لك كرة الصافرة تأتي الكلاسيكو أصفر في الرياض الكلاسيكو لكريستيانو وزملاء النصر يحقق فوزه الخامس على التوالي ويعبر الكلاسيكو ويحتفل باليوم الوطني كما يجب أن يحتفل ويحتفل بنقاط الكلاسيكو كما يجب أن يفوز أربعة